يستعمل البشر الأرض لتأمين احتياجاتهم الضرورية، فقد بنوا السدود على الأرض التي وجدت منذ عصور لبيان الحدود واحتواء الماء لزراعة نبات الأرز. الأرض هي المزود العظيم، مصدر الوفرة. لكن حان الآن وقت راحة الأرض. الأرض تسترخي، أو كما يقال، بعد سنة أخرى متعبة من الزراعة الكثيفة، فهي خالية مؤقتا من الزراعة، ولكنها تضم مخلوقات حية أخرى استوطنت الأرض قبل البشر بمدة طويلة. تعتمد أعداد كبيرة من الأنواع على الأرض في حياتها، وتنتقل الآن إلى حقول الأرز. مضى أبرد جزء من الشتاء، ويذوب الثلج ببطء على الأرض مرطبا التربة التي بدأت بالذوبان، ولكن الربيع لم يأتي بعد، وتبيت المخلوقات في سبات تحت الأرض في انتظار الحافز لتستيقظ من سباتها. بعد زخات المطر الأولى تقبع حقول الأرز في هدوء تحت أجواء مارس. انتظر العلجوم الظروف الملائمة للخروج من سباته. يخطو خطوته الأولى بعد عودته للظهور من تحت الأرض. إنه يتجه إلى حقل الأرز، فالغريزة الأزلية تدفع العلجوم إلى هناك ليتجمع في مياه حقول الأرز. Thank you.
الربيع هو موسم التزاوج. هذا الزوج أنثى وذكر، وفي هذا الوقت تحاول الذكور ركوب أي شيء يتحرك. يقترب ذكر العلجوم من زوج في حالة تزاوج، فنشاطها التزاوجي عدواني. يحاول ذكر العلجوم التزاوج مع أكبر عدد ممكن من الإناث لإنجاب أكبر عدد من المواليد. ولضمان مواليد سليمة تنتظر الأنثى بشغف حتى تجد شريكا واعدا. تضع أنثى العلجوم حوالي 1000 بيضة في كل مرة، لذلك يتكاثر العلجوم بسرعة هائلة. يمكن أن ترى جدائل عالقة بأعداد كبيرة في قاع حقل الأرز، إنها خيوط من البيض الذي وضعته أنثى العلجوم. تضع أنثى العلجوم البيض في المياه الضحلة كحقول الأرز وليس في البحيرات أو البرك. وفي المياه الضحلة يمكن أن يستفيد البيض من أشعة الشمس الوفيرة. مع التوازن الصحيح من الرطوبة وأشعة الشمس، فإن حقول الأرز تمثل الرحم الرطب لهذه المخلوقات. والظروف سيئة ضد بقاء الشرغوب. تطارد يرقة لعسوب الشرغوف مسلحة بفكيها القويين، وفي مرحلة اليرقة يكون لعسوب مائيا، فالماء يمثل الكون لهذه المخلوقات. وتصبح حيوانات الشرغوف في معظمها فريسة ولا تصل إلى مرحلة البلوغ، وهذا الافتراس يمنع التكاثر غير المقيد للأنواع، ويحافظ التنظيم الذاتي على توازن عددها. تبدأ يرقة أناكس نيجروفاشياتوس أوغوما التي تتكاثر في الماء بالزحف على سويق نبتة، وتحس بارتفاع درجة حرارة الماء. حان وقت الخروج من الماء حتى تمضي مرحلة اليرقة التي تمتد لسنة كاملة. هذا أكثر التحولات دراماتيكية في حياتها. بالنسبة لليعسوب، فإن حقل الأرز هو منطقة التحول بين حياتين مختلفتين. وبالنسبة للمزارعين، فإن فصل الربيع هو فصل الإعداد للزراعة،
حيث يبذرون بذور الأرز في الأرض الرطبة في مطلع الربيع لضمان منتوج مرتفع في الخريف. وبعد يومين أو ثلاثة تبدأ الجذور وأوراق البذور بالبروز من قشرة الأرض الخارجية. تشتت بذور الأرز الرطوبة الزائدة في الداخل أثناء نموها، حيث إن لها قدرة تنظيمية ذاتية. تسبب الكوارث أساس الحياة لكثير من المخلوقات. يا لها من كارثة مروعة، إنها تسبب حضراً عظيماً لكل واحد منها دون تمييز. ونظراً لعدم إدراكها سبب الكارثة، فإن المخلوقات عرضة للخطر. لكن البعض ينتظر هذه اللحظة منذ زمن. إنها الحيوانات الرمامة. الخنفساء الغواصة بمهاراتها العجيبة في السباحة تلتهم المخلوقات الحية والميتة على حد سواء. إنها تستعمل حاسة الشم لصيد فريستها. والخنفساء الغواصة قوية جداً، حيث إن فكيها يستطيعان رفع سمكة الطين الأكبر منها حجماً عدة مرات. في شهر مايو تزدحم حقول الأرز بالحياة الحيوانية، فقد أصبحت أنثى سمك الطين بالغة. الصباح أفضل وقت لوضع البيض. تتنافس الذكور بضراوة من أجل الأنثى. يقترب الفائز من الأنثى ويبدأ بعصر بطنها. وعندما تضع الأنثى بيضها، ينزل الذكر حيواناته المنوية عليه. على الضفة تقوم أنثى العقرب المائي بآخر الحركات في حياتها. لقد وضعت البيض منذ قليل. ومن خلال أنابيب تنفسية كالشعرة
يستطيع البيض أن يتنفس حتى في الماء، وعندما تستنفد الأنثى طاقتها بوضع البيض فإنها تموت. يرتبط كثير من الأحياء بحلقات لا تنفصل مع حقول الأرز وضفافها. أمضى الجندب الشتاء الماضي تحت الأرض كبيضة، الآن يأخذ أولى خطواته في الحقل المليء بالطعام. كل زاوية من الحقل تعج بالنشاط والحيوية. تفقس صغار عقرب الماء بعد أسبوعين من وضع البيض. وتقوم الصغار بأولى خطواتها باتجاه الماء. تدخل المواليد الجديدة الماء لتكمل حياة نوعها. يتكون الجسم الطويل النحيل من عدد كبير من القطاعات. يعيش العلق بامتصاص الدم من الحيوانات الأخرى. يضع العلق بيضه بجانب الماء، وهذه استراتيجية لحماية المواليد الجديدة. فلو وضع البيض في الماء فإن المواليد الجديدة قد تغرق، وإذا وضع البيض على اليابسة فإن الصغار قد تموت من الجفاف. وتستطيع العلقة الصغيرة بدء حياتها في الماء، وتتعلم تكييف كل جزء من جسمها مع البيئة المائية. فهل تعلم ما يخبئه المستقبل لكفاحها الشديد من أجل الحياة؟ يحرك السابح إلى الخلف الماء بجسمه المقلوب. يرقد مقلوبا على سطح الماء، ويبدأ حقل الأرز يبدو كمدينة كبيرة حيث يحتشد فيه كل أنواع المخلوقات. في شهر مايو تظهر صغار العلجوم على حافة الحقل بعد أن أمضت مرحلة الشروف في مياه حقل الأرز. تحافظ المخلوقات على روابط وثيقة مع حقول الأرز
منذ يوم ولادتها إلى يوم موتها. تلمع الأضواء في الظلام من مصدر غير معروف. تتلألأ أمضات لا تحصى في الحقل. إنها اليراعة التي تعيش في حقل الأرز وقنوات الري. تتلألأ اليراعة لإغراء قرينها. يستمر الذكر في الوميض باحثا عن أنثى. بعض المخلوقات تغني لجذب القرين.